عيدك إلى لضا مدحوينها سومالي لان أيا سوين سوتشيتي إندها عالم وحراي وعدر كدجين سفر في قبل لضا بريغا يضو ويولى لنيين قابع تشيبة وان ديغا مدى سومالي دا هوري اللوغو أركن هلك مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود نو اسكو أمني واي إذا مدى سومالي دا هواي إلى ليان كو أفريكان كاهي إن بدلا لنتو كوغا ودن كسوماليا مدحوينها سومالي لان ايا انك بادان كنو يشان بقلو كيلو متر سفر كيسا كو سومالي يدو اي لالين ايين عيدا مدى قارك اهي الالا دا مدحتو يده سيدو اوك لان اي شعب كنا قعما فران كسو دوين ايين موسى بيحيه ايان اي وح عدو كو اهي چرين مركا او قده سومالي لان ايو قبل لدي دو كلا سفر ايو بلسي مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود ايا قولي ساحي تالغا چاقر ايا او أسكري أفريكاني سي بارا انتا آنو سوغيلين مدحوين بيحيه ايا وحا دورتي لح مليون وقف لبادي كوني يتضبي يتبانكي يدو اي عد أغلبية ده اوغو عمامدين ينو مدحوين كان نقضوه سومالي لان هالك حزن شيخ محمودنا اي دورتين صدح بغول وقف او تين رلقو إلالين ايو ايا غلفتو ده وسير هذا ايو حلدبان دا ايا دادك حسانة دالي ايا مقالة ده هرقيسة تقاسي دا استعماله ايو بابور تددوينه iyagoo aan lahayn wax ilaala ah oo ku naloonaya nabadgelyada ay 33 sanadood ay ugu dambeysay Soomaaliland haysatay halka magaalada Muqdisho qof xasaanad liyaan ku dhixmari karin si xorriyad ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa lagu dhix arkaa magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland iyadoo aan wax ilaala ah la socon sidoo kale uu wato gaarigiisa khaaska iyadoo ay dadka shacabka ahina marka ay gartaan u muujiyaan muhubo iyo jacayl ay u qabaan madaxweynahooda waxa uu haystaa madaxweynaha Soomaaliland metelaad rasmi ah inkastoo ay doorashadu muddo dhaaftay hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya 300 qof ayaa siiyay ogolaanshaha uu madaxweynaha ku noqonayo go'aamada uu qaataana ma noqonayaan kuwa meel gaari kara iyadoo ay sababtu tahay inaanu wax awood iyo mudnaansho ah ku lahayn magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ما دام هو أن الدتك شعب كاهي وديبين حلقه وخيو نبضين تصوماليا إياها تندوني دوك الداشي ونقضي مشروع عند ماد لحين يلو صغر يسو ديبه مدحوين إياش اللوغو دورتو تيندو هوستيد يساقو أن وحبا كردينه أي كادا ما توعفرتي سندود إذا مضى إلى لضا مدحوينها يقار كاه أيا وضعارك موكيي سفر كي قبل لضا بارين iyadoo lagu arkay sanad cusub oo nidaamka elektaroonika ama layrka la shaqeynaysa taasii oo madaxweynaha ay ku ilaalinayeen sidoo kale nabadgelyadiisa ku sugeeyeen gaashaan la sare maxamed shabcaan ayaana ciidankan hoggaaminaya oo ah taliyaha ciidanka madaxtooyada halka ay xasan sheekh maxamuud gaarka ka hayaan ciidamada afrikaanka oo isku aamini wayay kuwa soomaaliya ee wadankaasi ciidanka u ah كان هو قيب يرو كميدا فرقي قوده حيا سوماليا يو سومالي لان لابن نوصدا او قلاص الرئيانا مكبتو سوابا يكو وضا حد لكرا ما داما او آنا يكسن ناين دموقراتيا دا نبت قليا دا اي فهم كالدولد نمد حديسي كان اللوردقو مدحوينا ها سوماليا ايا احنين حبسي كتيري هل كو مدحوينا ها سومالي لان ايا هاي سيدا مدحدا عالم